إذن معنا من لندن السيد أليهاندرو زابرانو، وهو أيضا رئيس محللي العملات في أمانة كابيتال. اسمح لنا أن نرحب بك معنا. أولا دعنا نتحدث عن الزوج يورو استرليني، الجنيه الاسترليني، وهذه التقارير التي تحدثت عن بطالة في أدنى مستوياتها في 42 عاما، لكن في ذات الوقت نشهد ضعف في الأجور والتضخم، أيضا إقبال البريطانيين على الشراء لا زال ضعيفا. ما هي تأثيرات كل ذلك، وإلى أي مدى اليورو بدأ يستعيد ربما ما يريده البنك المركزي؟ هو لا يريد يورو قوي بطبيعة الحال. ما نراه حاليا هو أن الأسواق تتمركز لاتجاه الاسترليني نحو القوة. نرى هذا الأمر في زوج اليورو استرليني وفي زوج الاسترليني دولار. الأسواق ومع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة تتوقع للبنك المركزي الإنجليزي أن يفعل شيئا ما في وقت معين، ربما ليس في هذا العام لكن مطلع العام المقبل. وشيء من الأشياء التي ينساها الأسواق هو أن البنك المركزي بحد ذاته يتوقع للتضخم في المملكة المتحدة أن يصل إلى 3% في شهر أكتوبر كانون الأول. ولكي يتحرك البنك المركزي الإنجليزي فإننا يجب أن نرى التضخم يكون فوق 3%، وأن يعتقد المركز الإنجليزي بأن التضخم سيرتفع فوق 3%، وهذا أمر يجب أن ينتبهوا إليه انتباها وثيقا. لكن في الوقت الحاضر الأسواق في حالة شديدة من التفاؤل وتعتقد أن المركز الإنجليزي سيفعل شيئا ما، وبالتالي نحن سنركب الموجة حاليا ونتوقع ارتفاع الاسترليني على المدى القصير. لكن على المدى البعيد يجب أن نتذكر بأن البنك المركزي يتوقع للتضخم أن يظل عند 2.9 إلى 3%، وإذا ارتفعت التضخم مستوى التضخم فوق هذا المستوى فقد يتدخل المركز الإنجليزي. طيب دعنا نتحدث أيضا اليوم عن الدولار الأمريكي، شهدنا مسار هابط خلال الفترة الماضية، اليوم عاد لبعض الارتفاعات، ولكن ما هي نظرتك للدولار الأمريكي وإلى أي مدى ربما موضوع رفع سقف الديون لفترة مؤقتة حتى في شهر ديسمبر قد يقلق المستثمرين وبالتالي يضغط على أداء الدولار الأمريكي؟ عندما لا يكون التضخم مرتفعا في الناس يتضررون في توقع رفع الفائدة في نهاية العام، وهناك تغيرات كبيرة في سعر صرف اليورو أيضا والسياسة النقدية للمركز الأوروبي، هناك المركز الكندي الذي رفع الفائدة الأسبوع الماضي بصورة مفاجئة، والأمور تتغير هنا في المملكة المتحدة وفي أستراليا ونيوزيلندا. كل هذه البنوك المركزية كانت متسائلة الآن وفجأة باتت أكثر تشددا، و يضاف هذا الأمر إلى ما يحصل في أمريكا، هذا الأمر يشكل ضغطا على الدولار. حاليا يجب أن ننتظر الأرقام في أمريكا بأن تتحسن، يجب أن يرتفع التضخم في أمريكا. نحن بحاجة إلى رؤية خطة من دونالد ترامب وفريقه، لكن غير المحتمل على الأقل من وجهة نظر ترامب أو من جانب ترامب أن نرى تطبيق أي شيء وشيك، لذلك لا أتوقع أن يحصل هذا الأمر. وبالنسبة للتضخم لا أرى التضخم الأمريكي مرتفعا أو لا أعتقد أنه سيرتفع، وطالما أن البنك المركزي الأوروبي يظل في حالة متشددة وكذلك المركزي الإنجليزي والبنك المركزي الكندي، وبالتالي أعتقد أن الدولار سيظل ضعيفا. أليهاندرو زابرانو رئيس محللي الأسواق، أسواق العملات في أمانة كابيتال، شكرا جزيلا لك.